أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا من أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح نتكلم عن صلاة بولس. أنا موجود في الطريق الرئيسي القديم اللي يعتبر قلب البلد في أفسس القديمة، اللي كانت الدكاكين على الجانبين، وأيضا خلفي تستطيع أن ترى مكتبة سيلسوس، كانت ثالث أكبر مكتبة في العالم بعد الإسكندرية وبعد برغاموس. بولس كتب إلى كنيسة محببة على قلبه، زارها وكان في هذا المكان مدة 3 سنين، ومكتوب أيضا سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. لكن عندما كان في السجن كتب رسالة، وهذا إن دل على شيء بدل على دفء المحبة والعلاقة، وأنه كان بشكل مستمر بيتذكر هذه الكنيسة. راح نعرف أكثر عن هذه الصلاة بعد قليل، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.